الدوره العربيه ويدير لي لاحظ السلام عليكم، معكم مقدم قداري عبد الكريم، جماعه مبانك الضام الزلفه، عن جمعيه بالميل ديال التنميه وتربيه الخيول. احنا الان متواجدين في عين الجوهره، تنستعدوا للاقصائيات المؤهله الى دار السلام بالرباط. عندنا المباراه ان شاء الله نهار 17 في الشهر في مدينه الخميسات، مباراه الاقليميه. وحنا الان كنديروا تدريب مع الاخوان ديالنا المقدمين ديال عين الجوهره، من بعد ما استدعونا وعرضوا علينا باش نكونوا كاملين في واحد التدريب مجموعين. الحمد لله الامور دارت مزيانه، اليوم التدريب غادا على احسن ما يرام. وكنشكر الساكنه والمسؤولين ديال جامعه عين جهره بما فيهم الرئيس والسلطه المحليه اللي وفروا لنا جميع الظروف الملائمه لهذ التدريب. ومن هذا المنبر بغيت نقدم واحد التعازي لواحد الصديق ديالنا، كان تيتبورد معنا مسكين وفي الصربه ومحيب، كان توفى هاد الايامات الله يرحمه، اخ حمادي القطواني اللي خلى بلاصتو في الجماعه وفي القبيله، كانت الوفاه ديالو صعيبه علينا. وهادي هي الدنيا. وكنشكر تيفل تبريس على المسانده ديالها لينا، اللي دائما كتساير التبوريضه وكتتعرف بهذا التراث وهذا الفن وكتعرف بالناس ديال المنطقه. الحمد لله من بعد ما طلقوا لنا هذه المسابقه بعد توقف ديال سنتين، تنشوفوا كاينه بعض الاكراهات في ديال الاعلان ديال المباراه، ما علنواش عندنا بواحد الوقت سميتو باش نوجدوا على خاطرنا واحد الوقت طويل، كانت واحد المده ديال الاعلان ديال ثالث مباراه قصيره. ولكن الحمد لله حنا كنريكيبيرو الامور وكنحاولوا نتهلاو في الخير ونوجدوهم ونقوموا بالتدريب والبارود، هذا الحدود ديالنا بحال اي صربه، تنتكلوا على الله ونسلموا ونديروا مجهودنا والكمال على الله. هاي